بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في عنوان كده برضو مرتبط بدرس الكتاب لما خدنا لا تنقل التخم القديم. فوجئت أنه بعض الخدام في بعض القضايا اللاهوتية البسيطة مش عارفين يدافعوا عنها أو يردوا عليها، زي ضرورة بعض الأمور للخلاص. فمعلش هنمشي يعني كل شوية في موضوع بعنوان هل كذا ضروري للخلاص ولا لا، هل مثلا الأعمال ضرورية للخلاص ولا لا، هل التوبة المستمر ضرورية ولا لا، هل الكنيسة ضرورية ولا لا، هل التناول ضروري ولا لا. حاجات في ناس بتفاصل فيها دلوقتي، وبقوا يكلموا إنه المسيح فدانا وصلب عننا خلاص كده خلصت، مفيش ولا حاجة تاني ضرورية. طبعا الأمور دي يعني احنا متربيين عليها، فكنت فاكر انها مستقرة في ذهن كل الخدام، لقيتها مش مستقر. فمعلش لازم نراجع بعض مبادئنا، مش مبادئنا، تسليم الكنيسة، حياة الكنيسة كلها على الحاجات دي. فحتى لو بعضكم حاسس ان الموضوع عارفه وفهمه، معلش ادينا بنراجع، لأنها نعرف قيمة اللي في حياتنا وقيمة اللي في كنيستنا. هل المعمودية ضرورة أو ضرورية للخلاص ولا لا؟ أولاً فوجئت أن واحد بيقول لزميله، بيقول له الكتاب واضح وبيقول إيه؟ متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. هو وقف عند الآية دي وقال له ما فيش ولا حاجة تاني جنب الآية دي. طبعاً كلكم المفروض فاهمين خطورة استخدام آية واحدة أو فكرة واحدة. طب هو لو كانت الآية دي الوحيدة المهمة، طب بقية الإنجيل إلزومه لو إحنا هنمشي على المبدأ. إحنا مين قال إن إحنا بنشكك في عظمة الآية دي؟ طبعا البر مجاني بالفداء بنعمة المسيح اللي مات على الصليب، طبعا ده إيماننا، من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد وقبر وقام، يبقى الفداء من أجلنا، من أجل خلاصنا. إذن قانون الإيمان اللي بنقوله ماشي جدا مع الآية دي. بس بقى الخطورة إنه يقول له إيه، إذن مفيش دور للمعمودية ومفيش دور للجهات ومفيش دور للإنسان، الدور كله إلهي. نعمة ربنا ما تحطش جنبها أي دور تاني، نعمة ربنا كفيلة وكافية. كويس، طب وبعد كده يبقى لازم كل البشر يدخلوا السماء حتف لو الحكاية دور ربنا بس؟ طب ليه الكتاب قال لنا ان في ناس كتير هتهلك؟ ده الكتاب قالها كتير ان في ناس كتير هتهلك بعد الفداء بعد الصليب. يبقى واضح انه الانسان له دور، وإلا كان ربنا اكبر الكل بعد صليبه على الفداء. من نفس رسالة روميا بقى، عشان برضو تاخدوا بالكم بقى، الخادم من اللي مذاكر يعرف على طول يتعامل. اولا في نفس الرسالة القديس بولس حكى الخلاص بربطه بآدم والمسيح، بعد ما قال لنا أن الخلاص بالمخلص ربنا يسوع الفادي اللي بررنا مجانا بنعمته بالفداء، رجع قال إيه؟ كما بخطية الواحد ملك الموت بالواحد على آدم. آدم غلط، دخل الموت في الطبيعة البشرية، كلنا بنموت، كلنا خطاة، كلنا فساد، كلنا محكوم علينا. بالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. إذن قال أنت ليك أصل اسمه آدم، فلأنك بني آدم أنت فيك فساد، فيك موت، لازم يجي شخص جديد، آدم جديد يشيل الفساد. يبقى حتى فكرة الفداء لسه بترجعنا إلى رؤية أوسع شوية، كوني بني آدم يبقى أنا في خطية، في فساد، ولازم حد ينقذني منه. طيب رومية 5، بصوا رومية 6 بقى قال إيه؟ قال أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح. يبقى بولس اللي قال البر مجاني بالنعمة رجع بإصرار يتكلم عن قيمة المعمودية. في نفس الرسالة في نفس التسلسل، مين قال إن احنا بنقول الإيمان مش مهم؟ الإيمان مهم قوي، لكن من غير معمودية ما يوصلش للخلاص.
كل من اعتمد باليسوع المسيح اعتمدنا لموته، دفنا معه. يبقى الحكاية مش مجاز، مش رمز، ده احنا دفن. حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، الحياة الجديدة، إن كنا قد صرنا متحدين معه. يبقى المعمودية بتعمل إيه؟ بتتحدنا بالمسيح، بنموت معاه، بنلزق فيه بشبه موته. ليه؟ لأن الطفل اللي بيتعمد أو اللي اتعمد ما ماتش، ما تقطعتش رقبته، لكن مات بشبه موته، يعني اتحد بالمسيح اللي بيموت ويقوم، نصير أيضا بقيادته. علمنا هذا أن إنساننا العقيق قد صلب. يبقى صلب الإنسان حصل فين؟ في المعمودية. فلما واحد يجي يفسر مع المسيح صلبت، التفسير الكنسي الآباء الأرثوذكسي المستقر 2000 سنة مع المسيح صلبت، دي إمتى؟ لما تعمدت، مت معاه وقمت معاه، فأحيا من ساعتها لا أنا بل المسيح يحيا فيه. إنما نقعد نقول تأملات بس مع المسيح صلبت، أيوة حصلت إمتى؟ حصلت يوم ما تعمدت. يبقى المعمودية ضرورية، مش يوم ما أمنت. أنت أمنت إن المسيح مات، طب حضرتك صرفت ده إمتى؟ مت إمتى؟ مت لما اتعمدت، نزلت دفنت 3 أيام 3 مرات وقمت مع المسيح. دي نعمة، ده سر حصل موت وقيامة. يبقى هنا صلبت مع المسيح وقمت معه، خدت الإنسان الجديد. طبعا اللي احنا بنشرحه دلوقتي هل ده جديد؟ مش جديد طبعا، لأن نص قانون الإيمان اللي بنقوله بقالنا كام، شوفوا من 325 فضل لنا كام سنة ونعمل 17 قرن مش كده؟ طبعا الكنيسة عملت ايه في قانون الإيمان؟ لخصت إيمانها، هي ما اخترعتش إيمان، هي قالت ان احنا بنؤمن بإيه. فاتفقوا الآباء، طبعا الجزء ده كان في القسطنطينية، نعم نؤمن بالروح القدس. خلي بالكوا التسلسل اللي حطوه في قانون الإيمان، لأن الروح القدس هو أساس الكنيسة وأساس الأسرار. من غير الروح القدس مفيش حاجة اسمها لا كنيسة ولا أسرار. الرب، يبقى الروح القدس مش طاقة، ده ربنا، روح الله المنبثق من الآب حسب النص اللي قاله المسيح في يوحنا 16، نسجد له. يبقى نسجد للروح القدس مع الآب والابن، ونمجده مع الآب والابن، سجود للثالوث الأقدس المساوي. الناطق في الأنبياء. طب الروح القدس بيعمل ايه؟ بيأسس كنيسة، كنيسة واحدة، جسد واحد للمسيح، مبنية على ايه كنيسة؟ كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. مش كل يوم بنقوله ده؟ ازاي النهاردة افاجأ ان في ناس مقتنعة ان ممكن الغفران يبقى من غير معمودية؟ تعليم غير مسيحي، تعليم ضد المسيحية. خلي بالكم، هل الايمان وحده بدون معمودية يغفر الخطايا؟ أمال بتقول قانون الإيمان إزاي؟ أمال أنت مش تبع الكنيسة بقى، ما هي الكنيسة هي اللي بتعمد، والكنيسة هي اللي بتغفر الخطايا بالروح القدس عن طريق المعمودية. دي بداية الغفران، وهنشوف الآباء قالوا فيها إيه. يبقى النص نفسه اللي احنا بنقوله بيراجع علينا إيماننا. أنا عارف أن أنا بقول كلام بالنسبة ليكم بديهي، بس لازم أراجعه، لأنه خطر قوي أن في ناس دلوقتي حتى البديء المسلمات دي مهزوزة عندها. التاريخ يشهد. ليه؟ ما هو التشكيك في الكهنوت والمعمودية والكنيسة الواحدة والأسرار والطقس وكل ده جه بداية من القرن الخمستاش. نرجع قبل الخمستاش، قبل القرن الخمستاشر، وقبل بقى إيه الثورات اللي ابتدت في أوروبا بين الكاثوليك والبروستانت والقصص دي. هو كان في عندنا أي كنيسة في أي حتة في العالم ما فيهاش معمودية؟ يبقى واضح إن بدل تقول كنيسة، حاجتين في الكنيسة يعملوها كنيسة، معمودية على الباب ومسبح قدام. لو ما لقيتش معمودية على الباب ومسبح قدام، دي مش كنيسة حسب تعلمنا اللي استلمناه. تعليم كده، كنيسة معناها أولها معمودية وأحلى ما فيها في خارستي، هي دي الكنيسة، ده اللي احنا تربينا عليه. إذا معمودية في كل كنيسة قديمة من القرون، احنا في مصر عندنا كنائس من القرن الثالث والرابع والعالم كله عارف كده،
ثالث ورابع وسابع وثامن، كل الكنائس دي فيها معموديات. ايه رأيكم في القصص اللي فيها استشهاد مرتبط بالمعمودية؟ لدرجة كان يطلع سؤال، طب لو واحد آمن وملحقش يتعمد ودبحوه، فالكنيسة بالروح القدس علمت شعبها ان في حاجة اسمها معمودية الدم. يعني ايه؟ لان حصلت اكتر من مرة ان الموعوظين يدخلوا عليهم يدبحوهم قبل ما يتعمدوا، وكان كل قلقهم مش ان هم يموتوا، ان هم ما تعمدوش. فالكنيسة قالت لهم لا، ما انتوا بتموتوا مع المسيح في دمكم. فدي الحالة الاستثنائية. يبقى واضح ان الكنيسة كانت المعمودية عندها اساسية جدا، لدرجة الموعوظ كل شهوته يتعمد ويستشهد. يعني اللي داخل على الإيمان متمني حاجة، إنه يتعمد بعد كده يموتوه ما عندوش مشكلة. في القرن الرابع طلعت أزمة أو هرطقة بتحاول تنادي إنه مش مهم معمودية الأطفال، عشان كل ده يأكد لنا إن موضوع المعمودية عموما ما كانش حد مختلف عليه، لازم الإنسان يتعمد لكي يخلص. فلما طلع واحد عقلاني قال ما نسيب العيال تفهم الأول، كل الكنيسة وقفت له وقالت له لا، الطفل مولود شايل فساد الطبيعة، شايل الموت في جسمه، شايل الخطية، المسيح مات عشانه مجانا، ما حرمش طفل من المعمودية. إذا الكنيسة وقفت دفعت باستماتة عن معمودية الأطفال، يبقى كان بالأولى دور المعمودية في الخلاص. احنا النهاردة قضيتنا أخطر من معمودية الأطفال، هي المعمودية أساسا مهمة ولا ممكن بلاش منها وكفاية الإيمان؟ طب إذا كان أساسا في القرن الرابع معمودية الأطفال يعني كانت قضية ساخنة جدا والكنيسة لم تتنازل عنها، يبقى طبيعي الكنيسة مصرة أن ما فيش خلاص من غير معمودية. المعمودية بتعمل إيه؟ حسب إيماننا المسلم في الكنيسة اللي ماشي مع تعليم الإنجيل، اللي قصدوا المسيح وعاشوا في القديسين، سلموه لنا الرسل، ماتوا عليه الآباء، هنسلمه للي بعدينا حتى الدم. أول قيمة للمعمودية إنها بتولدني ولادة جديدة. النهاردة العالم اللي برا مصر أغلبه بيكلم عن التجديد أو الولادة الجديدة منفصل عن المعمودية. يعني ممكن تقابل واحد أمريكاني يقول لك أنت اتولدت ولادة جديدة، أنت كشخص أرثوذكسي ببساطة تقول له آه أنا متعمد، يبص لك من فوق لتحت كده، هو أنت ما فهمتش سؤالي؟ أنا بقول لك أنت اتولدت ولادة جديدة، يا حبيبي ما أنا متعمد. هو بيتكلم في وادي وأنت في وادي تاني، لأن هم عندهم الولادة الجديدة ملهاش علاقة بالمعمودية، دي شوية مية بالنسبة لهم، دي علامة كده. إنما الولادة الجديدة يعني تقول أمنت. لا طب ما أنا مؤمن طبعا، إنما الولادة الجديدة في الفكر المسيحي ملهاش معنى إلا المعمودية. اتولدنا في المعمودية، اتبدلت، ما بقيتش بني آدم، بقيت ابن لله. وإحنا الطقس لما ترجعوه أبونا بيقول المسيح له المجد اولدوا ولادة جديدة دلوقتي، اولدوا من فوق عشان يبقى ابنك ويورث ملكوتك. بيقول كده قبل ما يغطس الطفل، اجعله وارثا لملكوتك، إناء مختارا، خروفا ضمن قطيعك، وارثا لعرسك السماوي. كل ده بيحصل في المعمودية. فلما تطلع المعمودية بعد كده بهت خالص وبقت ايه؟ مجرد ايه؟ شوية مية وعلامة. واللي يحب، خلي بالكوا دلوقتي طوايف الامريكاني دي ما بتقولش ضروري، بتقول لو لقيت عاوز تتعمد اتعمد، لكن مش اساسي. مش اساسي؟ طب امال ازاي؟ ولسه هنشوف الايات اللي بتأكد انه اساسي وملوش حل. واللي ما تعمدش مش مسيحي، مع احترامنا لأي حد حسب التعليم اللي استلمناه. المعمودية حتى احنا بنسميها ايه؟ التناصير، مش كده؟ او معاد اتنصر، اتنصر يعني بقى تبع الناصري، مش كده؟ يعني احنا في لغتنا الطبيعية، احنا في اللحن البسيط لما الطفل يطلع من المية ثالث مرة نقول له أكسيوس يا فلان المسيحي، نخريستيانوس، يعني ايه؟ يا بختك يا عم بقيت مسيحي. يبقى احنا كل الكنيسة فاهمة ان دي اللحظة اللي يتحول فيها الانسان الى انسان مسيحي، اصبح تابع للمسيح، اصبح ملتصق متحد بالمسيح. يبقى ازاي تكون مش مهمة؟
البركة الثانية التبني. احنا صرنا اولاد الله لما متنا مع المسيح وقمنا، فبقينا اولاد الله، خدنا التبني في المعمودية، تعليم الكنيسة والاباء والانجيل 2000 سنة. ليس هناك تبني اكتمل في الصليب، الصليب ادانا الامكانية ان احنا نبقى اولاد الله، تجسد المسيح ادانا فرصة نبقى اولاد الله، لكن الفرصة دي كملت امتى؟ لما تعمت. لما تعمت تمت المقولة بتاعت أثناسيوس، أخذ الذي لنا وإيه؟ بقيت زي المسيح تقول بابا لربنا، خدت النعمة دي في المعمودية. لكن هي ضمنيا كانت معروضة على كل البشر من لحظة تجسد المسيح، لما المسيح أخذ طبيعتنا عرض علينا كلنا نبقى أولاد الله. لكن هل كل الناس أولاد الله؟ طبعا لا. التبني عطية المعمودية. البركة الثالثة ان احنا متنا وقمنا فعليا، وفعليا هنا معناها السر بقى. السر يعني حصل حاجة سرية بالنعمة ان احنا اتدفنا وقمنا فعلا. فحضرتك بالنسبة لأهل الدنيا سبق ومت قبل كده، دلوقتي انت عايش بعد القيامة، عشان كده مش بنخاف من الموت، لان احنا متنا قبل كده يوم ما تعمدنا، اتحدت بالمسيح. بركة تانية اتكتب اسمك في سفر الحياة في اليوم ده، وده تعبير كتابي، افرحوا بالحرية أن أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. فالكنيسة علمتنا أن الاسم بيتكتب في سفر الحياة يوم الإنسان بيخرج من جرن المعمودية. البر لا يكمل إلا بالمعمودية. أنت شلت بر المسيح وخلعت الخطية في المعمودية، وعشان كده انت جاهز دلوقتي وانت اناء نقي تتملي بالروح القدس. عشان كده على طول الميرون يجي في دل المعمودية، انت خلاص نضفت من الخطية، فبقى الروح القدس ممكن يسكن فيك. انما لو ما كنتش تعمدت الروح القدس ما يسكنش فيك، فطبيعي الميرون يجي على طول ورا المعمودية. تعالوا بقى نعدي على شوية ايات، لانه انا لو قعدت اسبوع اقول لكم ايات ومواقف من الكتاب عن المعمودية مش هنخلص. لأنا أستغرب أنه في واحد قال إيه يرجع للإنجيل وبعدين ما يطلعش المعمودية ضرورية للخلاص. دي خطورة بقى أن الناس تفسر الإنجيل على مزاجها. لكن الإنجيل المرجع الأول للكنيسة علم كده بشكل صريح جدا، قال من آمن واعتمد خلص. في واحد يقول لي بس خلي بالك قال من لم يؤمن، ما هي طالما ما آمنش يبقى طبيعي ما تعمدش. ده حتى في اللغة العربية مفهومة الحتة دي، انك لو لغيت اول فعل ضمنيا لغيت الافعال المترتبة عليه. فاهم ازاي؟ تعالى مثلا اقول لك ايه، لو جيت الكنيسة وتناولت نطلع بعد كده الرحلة، لو ما جيتش الكنيسة لازم اقول لك وما تناولتش، ما هو طبيعي ما جيتش الكنيسة تبقى ايه؟ تبقى ما تناولتش. فهمتوا الفكرة؟ فاللي بيحاول يغالط ويقول لا ما حطش المعمودية في الجزء السلبي النيجاتيف من الآية، ما هي لأنه الإيمان ضرورة للمعمودية. لما يقول مثلا في يوحنا 3 الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. هنا بشكل قاطع صريح مش هيشوف الملكوت، ما ينفعش يشوف. ليه؟ لأنه مولود من الجسد، هيفضل إنسان عادي، والإنسان العادي مالوش في الملكوت نصيب. طب ده كلام المسيح. لألا واحد يقول طب وماله يولد من فوق دي وهو بيصلي يتولد من فوق، عدي أيتين بس وتشوف المسيح قالها إزاي، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، يبقى المية في الموضوع، تبقى معمودية عشان محدش يفتكرها بطريقة مختلفة. وهنا مش يرى بس، لحسن واحد يقول يرى غير يدخل أهيارة ويدخل، لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، مش هيدخل السماء إلا ما تعمدش. يبقى مش تعلمنا، مش من حقي أغير في كلام المسيح. لكن في واحد يفسره بطريقة ضد القصد اللي قصده المسيح، حسابه عسير عند ربنا. ليه ضيع الناس ويضلل الناس؟ ليه نلخبط إيمان العالم؟ واحنا بقالنا 2000 سنة كل مؤمن بالمسيح بيبقى شهوة قلبه يتحمد، وعارف قيمة المعمودية ان هي دي اللي هتنقله النقلة اللي فيها الخلاص.
يوحنا المعمدان لما شاهد بالمسيح قال أنا بعمدكم بمية، اللي جاي ورايا أقوى مني هيعمد بالروح القدس والنار. إذن في معمودية عهد جديد، وما هيش معمودية إعلان علامة، دي معمودية فيها نار، فيها قوة حقيقية وتغيير. نفس الآية دي قالها لوقا، يبقى جت في متى ورجع في لوقا قالها نفس المعنى. يأتي من هو أقوى مني، إذن في قوة في المعمودية لأنها مرتبطة باسم المسيح، يعمدكم بالروح القدس ونار. أدق من ده كله كمان، لما اليهود سمعوا وعظة القديس بطرس يوم الخمسين أمنوا بالمسيح. بطرس أثبت أن المسيح اللي أنتوا موتوا ده اتصلب وقام، وهو ده المسيح اللي أنتوا كنتوا مستنين. نخسوا في قلبهم، ضميرهم تعبهم قوي أنهم شاركوا في صلب المسيح، وسألوا سؤال في منتهى الأهمية: ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة لكي نخلص؟ يبقى موضوع مرتبط بالخلاص. هم كده صدقوا المسيح لأنهم أمنوا، سمعوا الوعظة وأمنوا. كانت إجابة القديس بطرس قال إيه؟ ما قال لهمش كفاية عليكم أن أنتوا أمنتوا، قال توبوا، لأنهم أمنوا يتحط مع الإيمان توبة، وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. إذن المعمودية بتعمل إيه؟ بتغفر. إزاي تبقى علامة وهي هتغفر؟ لا، دي فيها قوة غفران حقيقية مش تمثيلية. فتقبلوا عطية الروح القدس اللي هي الميرون بعد كده، ينفع الروح القدس يسكن فيكم لأن ده وعد ربنا ليكم ولأولادكم. أعمال الرسل اللي هو المرجع الأساسي لحياة الكنيسة، هل الكنيسة كانت مشغولة تعمد، ولا موضوع المعمودية ده على الهامش هي مهم بس تبشر والناس تؤمن؟ الحقيقة في ذكر للمعمودية كتير قوي في سفر الأعمال، لأنه طبيعة الكنيسة عاوزة تعمد الناس كلها، بس ما ينفعش يتعمدوا غير لما يتوبوا ويأمنوا. فيقول لما صدقوا بؤبؤ فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. ودي طبعا بتميزهم حتى عن الفكر اليهودي اللي كان الختان للرجالة بس وكده، لا الموضوع اختلف، المعمودية راجل زي ست وكلهم بقوا أولاد ربنا. مرة تاني على الخصي الحبش، فيلبس وهو الروح القدس اختاره يكلم الخصي الحبش الوزير، في السكة وهو بيكلمه عن المسيح المخلص، الرجل نفسه فهم ضمنيا انه لازم يتعمد، فمن كتر ايمانه وغيرته وحماسه قال له ايه؟ قال له ماذا يمنع ان اعتمد؟ هو ينفع اتعمد؟ يبقى دي شهوة قلب كل مؤمن، اي مؤمن موعوظ مؤمن يعني لسه ما تعمدش، هو في حاجة تعطل؟ إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. يعني لو أمنت وعايش حياة نقية، طبعا ده راجل تقي طبيعي، هو عايش حياة توبة كيهودي، قال أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله، وده الاعتراف الإيماني اللي يسبق المعمودية اللي النهاردة محطوط كده في إيه الإشبين بيقولوا نيابة عن الطفل أو أي شخص بيحفظ قانون الإيمان قبل ما يتعمد لو كان كبير. لخصوا في لبس أو الخصي الحبشي في الجملة دي: أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. قال له خلاص يجوز أنك تتعمد. طب إيه اللي وقف المركبة دي وراجل وزير وينزل المية لو المعمودية مش ضرورية؟ لا ضرورية طبعا، الإيمان لا يكفي وحده للخلاص، حتى لو الكلام ده ما عجبش ناس كتير، الإيمان يعقب المعمودية، وبدون معمودية كنعمة إلهية سر مقدس في الكنيسة الخلاص معطل. القديس بولس لما شاف المسيح بعينيه وآمن قال له يا رب، قال له ماذا أفعل؟ ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ اعترف بالمسيح. الحقيقة ما كملش الخلاص لبولس خالص، قال له ادخل، وراح له حنانيا وعمده، لأنه من غير معمودية بولس مش هيبقى مسيحي ومش هيبقى مخلص أو دخل في طريق الخلاص. وقع من عينيك قشور وأبصر في الحال وقام واعتمد. فأعمال 10 لما راح لكرنيليوس ما كانش ناوي يعمد، بطرس نفسه كان خايف لأنه دول من أصل أممي، وما كانتش لسه معروف أن الأمم يجوز لهم يبقوا مسيحيين. ف
فلما ربنا اداله علامة وأمارة أن الناس دول قبلوا الإيمان، قال أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء؟ يبقى فيش معمودية من غير مي، عشان بس في ناس بتقول في معمودية من غير مي، لا، معمودية يعني مية، بس مية بالروح القدس، مية مقدس، حتى لا يعتمد هؤلاء، وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. قديس بولس في كورنثوس اتكلم عن المعمودية كرمز بقى، يعني من العهد القديم، قال ده كان ربنا بيشاور على المعمودية بإشارات واضحة، فذكر مثلا آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، السحابة اللي هي الروح القدس أو حضور الله، واجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا في السحابة وفي البحر اللي هي الروح والماء، السحابة الروح والبحر هو الماء. فقال إن الحركة اللي حصلت دي كانت معمودية، بس المعمودية دي ما وصلتهمش غير لسينا. ليه؟ لأن هم ما كملوش في الإيمان، تذمروا وعبدوا الأوثان فما كملوش. عشان كده لسه هيجي سؤال تاني، هل كل معمد هيخلص؟ برضو لا، حتى بعد الإيمان والمعمودية ليس كل مؤمن سيخلص وليس كل معمد سيخلص. وريني بقية حياتك هتمشي ازاي؟ هتستمر في الإيمان وفي التوبة وفي الالتصاق بالله، هنا هيجي دور التوبة والتناول والأعمال الصالحة والجهاد، ضروري للخلاص، لأن دول اتعمدوا وكالوا المن الرمز للإفخارستية وبأكثرهم لم يصر الله، هلكوا. بصوا في غلاطية تتقال ازاي، وبصوا الدقة اللي بيقولها بولس، قال جميعنا أبناء الله، بيكلم مؤمنين بالإيمان بالمسيح يسوع. بصوا بقى الآية دي مهمة ليه؟ لأنه مفترض في الكنيسة الأولى كل واحد آمن لازم يكون اتعمد. بصوا الآية تفهموا قصدي، جميعنا أبناء الله بالإيمان، لأن كلكم الذين اعتمدتم، ليه ما قالش الذين آمنتم؟ حطها في كلمة واحدة، ما هو بدل آمنتم تبقى إيه؟ تبقى اتعمدتم. فبيقول إحنا ولاد ربنا بالإيمان، لأن طبيعي لما تعمدنا يبقى المعمودية لازقة في الإيمان. تقدرش تقول إن في واحد مؤمن وما كانش يفرق معاه يتعمد. الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، اللي مش لابس المسيح مش هيدخلوه السماء، ليس عليه لباس العرس، ضيع أبديته لأنه مشي ورا تعليم غريب، ورا فكر غريب بيقول المعمودية مش مهمة، أو المعمودية أي واحد يمسك شوية مية ويعملها. لا لا، إزاي بقى؟ وانتوا شفتوا في سفر الأعمال حد بيعمد غير الرسل، يعني غير الكهنة، غير اللي واخدين السلطان، ما كانش أي واحد في أي حتة بيعمد، عمرها ما كانت كده. مرة تانية يقول لبستم الجديد، ما هو بقى دي واضحة في لغة القديس بولس، إن لبس الجديد ده المعمودية، الذي يتجدد، دي التوبة، هنفضل إيه؟ نغسل هدومنا طول العمر بالتوبة. القديس بطرس لما كان بيحكي عن موضوع الفلك وإزاي الثمانية اللي دخلوا الفلك هم بس اللي خلصوا والطوفان غرق الكل، قال الذي مثاله يخلصنا نحن الآن. مثاله هنا مش معناه أن المعمودية مثل، معناه أن الفلك مثل للمعمودية، وأنه المعمودية تخلص. يخلصنا دي عايدة على إيه؟ بصوا للآية العربي، يخلصنا نحن الآن أي المعمودية، ركب الجملة، المعمودية تخلصنا. بصوا للعربي مثاله، هو بيتكلم عن قصة نوح والطوفان، الآن هو الذي يخلصنا، يعني كما كان الفلك هو المجال الوحيد للخلاص، المعمودية تخلصنا. دي مش مجرد حمام إزالة وسخ الجسد، لا، ده احنا بنسأل ضميرنا عن قيامة المسيح، يعني بنقوم معاه وبنشهد لقيامته بقية العمر. أختم ببعض أقوال الأباء، وما أكثرها عن كرامة المعمودية وقيمة المعمودية لخلاص الناس وضرورة المعمودية لخلاص الناس. قديس يعقوب السروجي بيقول المعمودية جسر وبغيره لا يعبر أحد إلى الله. من غير الجسر ده محدش يعدي الرب هنا. قديس أثناسيوس يقول كما أن المعتمد من الكاهن يستنير بنعمة الروح القدس، هكذا من يعترف بخطاياه بواسطة الكاهن، ده بيتكلم ضمنيا عن سر الاعتراف، يحظى بالغفران بنعمة المسيح.
زي ما عمدك كاهن يصرف لك الغفران مع الخطية والتوبة، كاهن انت احتجت ان تولد من جديد على يد كاهن وكيل الله، وتحتاج الى الغفران الالهي المتجدد بالتوبة على يد وكيل الله. ده تعليم من وقت أثناسيوس قبل ما يكون في اي طوائف او بدع او كلام زي كده. القديس أغسطينوس يقول ايه؟ المعمودية تمحو جميع الخطايا، الخطايا الأصلية، عشان في ناس معترض على الكلمة دي، الأصلية يعني إيه؟ إحنا اتولدنا بالخطايا، ولدتني أم، والخطايا الفعلية، لكن مين يشيل ده كله؟ معمودية، خطايا الفكر والقول والفعل بالنسبة لواحد كبير داخل لما بينزل في المعمودية بعد الإيمان والتوبة كل اللي عليه راح، لكن طبعا مش هيتعمد كل مرة يغلط، هيجي يكمل على المعمودية بالتوبة والتناوب. قديس أمبروسيوس يقول إيه آخر كلمة؟ اعتمد السيد المسيح لأجلنا، أو بالأحرى غسلنا نحن في جسده. يعني إيه؟ لأن السؤال، طب هو المسيح لا يخطئ، ليه تعمد؟ هو تعمد كنائب عن البشرية، تعمد لأنه شايل البشرية في جسده، اتعمد لأنه واخد طبيعتنا البشرية فبيغسلها في المعمودية، بيفتح لنا باب معمودية العهد الجديد زي واحد بيفتح الباب ويعدي عشان كلنا نعدي وراه. طب هو كان محتاج يعدي؟ ما هو معدي من الأول، بس عشان نحنا لأنه تجسد وخد شكلنا لازم يفتح الباب ويخلينا ندخل وراه. فاعتمد لأجلنا، لأنه هو مش محتاج غفران، اعتمد لأجلنا، غسلنا في جسده، لذا يليق بنا أن نسرع لغسل خطايانا. اللي فاهم كده عاوز يجري على المعمودية جري. معلش أنا عارف الموضوع يبدو أنه دراسي، بس محتاجين نراجع عقيدتنا. إحنا إيماننا نفتخر به، وكل مرة نقول ونعترف بمعمودية واحدة، نفسي قلبكم كله يبقى بيقول يا رب العالم كله يتعمد. شهوة قلبنا أن العالم كله يعرف المسيح ويؤمن ويتعمد. هو إحنا عاوزين إيه غير أن الجميع يخلصون؟ والخلاص مش هيتم غير لما يتولدوا ولادة جديدة فكلهم يقولوا معانا أبانا الذي